يعني مثلا متر القماش واخد شكل لوحه تمام او نص متر كده واخد شكل لوحه، فبيبداوا ان هم يظبطوها بالظبط على على ايه، على الكورساج تمام. او طبعا بيبقى تول مطرز، يعني تول تجيبيه وانت تطرزي يعني. ده فين سالم ده؟ لا لا مش شرط كبير، ممكن يبقى تول مطرز. معلش فين سالم مكانه؟ في المهندسين. طبعا لازم يكون في عينه قصادك لو انت مش حافظه الايه الرسم، يعني مفيش. احنا بنجيب القماش بعدين نرسم الديزاين ولا العكس؟ ايه بنجيب القماش بعدين نرسم الديزاين ولا العكس؟ حسب. افرضي انت هتعملي مثلا عباد الشمس، اوكي، فانت كده كده انت اللي هتطرزي وقتها، انت اللي هتحطي الوحدات بتاعتك صح. طيب ممكن تجيبي القماش وبعدين يعني ممكن قصدي تحطي التصاميم وبعدين تجيبي القماش وانت اللي تظبطي عليه الوحدات بتاعتك. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هجيب بقى عايزة قلم بوينت 8 وقلم بوينت 2. دي اللي هي الفستونات بتاعت الدانتيل، والفستونات دي اللي هي بتبقى الكنار بتاعه او حرف القماش زي البورسل كده. اوكي بقى دي اول ستيب اللي هو ايه الرصاص. عايزين بقى بوينت 8. بوينت 8 هو اللي هنعمل بيه، شايفه بوينت 8 اللي هو هنعمل بيه الايه الوحدات نفسها تبقى تقيله. كله شايف يا شباب؟ احنا كان ممكن نعمله بيه على طول بدل ما نعمل بالفرصه. لو انت مجهزه الرسمه مفيش مشكله، انا بس عشان انت مش هتبقى في حاجه في ذهنك فلازم اوريكي الستيب الاولانيه ليك انت. طبعا لو كنا عملنا ده بالووتر كولر كان لازم تستني لما ايه الدرجة اللي تحت تنشف خالص.
كده كده ايضا تاني لازم نستخدم الحبر. بس افرض هو مثلا لون تاني ابيض يبقى ايه بقى؟ يبقى ايه الاقلام الجل دي بالظبط اقلام الحبر. الابيض كده كده هناخده في السرايد. ومعاكي قلم عارفين انتوا طبعا الاقلام الابيض الاقلام الجل الابيض ممكن برضو استخدم التحبير الملونه العاديه صح؟ جبت ده. لو انت عايز تعملي ابيض لازم جل ابيض. لا لو لون اي لون التحبير الملون يقولوا ده احلى. اللي حطيته انا حطيت استعملت كوركتر. هو الابيض ده هيكون بتقولي عليه ده نستعمله في طريقه. هي بتقول لو عايز اعمل دانتيل ابيض ازاي هيبان كده اصلا هيبقى تحتيه الجسم او لون الفستان يعني ده ينفع. هو ده اصلا هو الباب اصلا في مشكله مش راضي وبعدين هعمل ايه بعد ما خلصت الرسم الوحدات بتاعتي او التطريز الاساسي هبدا بقى ايه بالقلم اللي هو الثيكنس اقل ماشي اللي هو 0.2 ابدا ان انا اعمل السكراتش بتاعته. اللي هي الشبك دي اللي تحت خالص انتي لابساها في الطرحة. ما هو ده انت يعني طوله اللي انا بعمل فيه الحاجات دي بالبوينتو صح؟ احنا جبنا بوينتو لازم يبقى الشكل بتاع الوحدة اتقل من او يعني حسب لان في مثلا دانتيلات تبقى دوتس يعني اصلا الزخارف اللي جواها هي مجرد دوتس فاهمني حسب الشكل بقى اللي جواها. قطعوا الفيديو عشان ينفع يتبعت.